وهذا الحديث فيه قضية تبين لكم ساعة رحمة الله، هذه الرحمة التي نسأل الله أن يعمنا بها. شوف، هذا إنسان لم يعمل خيرا قط، استفرغ أوسعه طبعا إلى التوحيد، استفرغ عمره في فعل السيئات والامتناع من الحسنات، ثم وصى هذه الوصية. لما كان الحامل له على هذه الوصية خشية الله رحمه الله، غفر الله له لمن يعمل خيرا قط بسبب أنه خاف منه. هذه ليست رحمة، هذه مسارعة إلى الرحمة. هذا ربنا سبحانه، هذا أرحم الراحمين هو، هذه صفته سبحانه. يتعرف ربنا إلينا، هذه الصفة الأولى التي أطلعنا ربنا عليها من صفاته، بسم الله الرحمن الرحيم. لكل من يجهل ربه، لا يعرف ما هو الله فيريد أن يعرفه، يفتح القرآن يقال له تريد أن تعرف الله؟ نعم، هذا كلامه إلينا، يتعرف به إلينا. يفتح أول شيء يقرأ بسم الله، اسمه ما صفة الرحمن الرحيم، مع أنها ليست هذه يعني ربنا ما له إلا هاتين الصفتين، ولكنها أول صفتين اختار ربنا أن يبرزهما لعباده ليتعرفوا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الرحمن، ربنا سبحانه كأن ربنا يريد أن يرحم العباد بأي سبيل. ولذلك لعله لذلك ربنا سبحانه شرع أنواع الخرب، أنواع أوجه البر، لئلا يعدم إنسان سبيلا إلى عفو الله ورحمته. إذا تعسرت عليه سبيل تيسرت له أخرى، إذا ثقلت عليه يثقل عليه باب من أبواب البر خف عليه آخر، ولا يهلك على الله إلا هالك. وفي هذا الحديث أيضا فضل الخوف من الله، وأنه سبب إلى النجاة من عذاب الله. هذا نجاه الله من عذابه بسبب أنه خاف منه. ما أحوج قلوبنا أن يملأها الخوف من الله، الشقي كل الشقي من لا يخاف الله، رأى السعيد كل السعيد من خاف ربه. ربنا يقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، ربنا سبحانه يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أسأل ربنا سبحانه أن يدخلنا الجنة برحمته.